ننتقل إلى الجزء الثاني من مصدر أوامر إلى راوي القصص. تغيرت هذه الأدوار، النظرات القديمة ما زالت طبعا موجودة، لكن في أدوار جديدة برزت. وتحدثت في الجانب الأول عن التغير من الاستراتيجية إلى التركيز على الرؤية، وأشرت في الحديث الأخير أشرت إلى قضية أن الرؤية يضعها فرد. ويمكن بعض الناس شوية وجدوا إشكال في هذه المسألة، أن كأننا رجعنا للديكتاتورية من جديد، والأصل أنها تكون ديمقراطية، وكأننا رجعنا إلى الفردية، والأصل أنها كما يسمونها shared vision، رؤية جماعية. أنا أفرق بين أمرين، أنا أفرق بين أساس الرؤية وأفرق بين تسويق الرؤية وبيع الرؤية. أساسها فرد، يبقى بعد ذلك هذا الفرد يطرحها والآخرين يساعدوه في بلورتها، في تشكيلها، في تعديلها، فتصبح جماعية. لكن من أين تأتي هذه الرؤية؟ ما هو لجنة تضعها، لأنها ستكون ميتة ما فيها الروح العاطفية. والأصل في الرؤية أنها تلهم العواطف كما ذكرنا، وتشعر بالفقر، وتحرك الشعور، وتفجر الطاقة. الرؤى الجماعية وجدوا بالدراسات أنها تفتقد إلى العاطفة، تفتقد إلى هذه الروح، فيها علمية شديدة. نعم من الناحية العلمية جميلة، لكن من الناحية الأخرى اللي هي أهم لعلها ما فيها ذاك الأثر. وأيضا من تجارب الشخصية وجدت هذا، أن فعلا الرؤية لما تبدأ من فرد ثم الآخرين يشاركون فيها وينهضون بها ويؤمنون بها ويعدلوها، عندها تكون أكثر أثرا وأكثر يعني فعالية. ننتقل إلى الجزء الثاني من التغيرات في أدوار القيادة، وهي مسألة جديدة الحقيقة وطرحها ما ظهر إلا في السنين الأخيرة، وهي الانتقال من مصدر الأوامر إلى راوي قصص. راوي قصص، خلونا نفكر في هذه المسألة شوية. القصص المسرودة بطريقة صحيحة يمكنها أن تحفز وأن تلهم وأن تحرك الأتباع وأن تدعم الرؤية. وجدوا أن بالدراسة طبعا هذه المسألة، وأكثر من درس هذه المسألة واحد اسمه هاورد غاردنر في كتاب مشهور له العقول القائدة Leadership Minds، وجد بدراسته أن القادة الفعالين يستعملون قصص كثيرا، لكن مو أي قصص، قصص من نوع خاص. فوجد أن هذه القصص تؤدي إلى هذه النتائج، طبعا بشرط أن تكون اختيارها صح وإلقائها صح، أنها تحفز، أنها تلهم، أنها تحرك المشاعر وتحرك الأتباع لدعم الرؤية. خلونا نتأمل في هذه القصص، أي نوع من القصص؟ هل كل قصة تؤدي إلى هذا الدور؟ لا طبعا، أقوى القصص هي التي تخاطب هوية الإنسان. خلونا أذكر لكم قصة. في شاب صغير جاء إلى أرسطو وقال له يا أستاذ، كان يسمونه الأستاذ، قال له يا أستاذ علمني. قال هل تحب التعليم؟ قال نعم. تحب تتعلم فعلا؟ قال نعم. قال تعال معي. فخذ معه راح في البحر، وعند البحر قال تعال معي، ودخل فيه في عمق البحر، مشى يمشي مشي، ولد ماشي وراه، الماء وصل للركبة، وصل للحوض، وصل للصدر، صاحبنا ماشي إلى أن وصل لذقنة، ذقن الولد، مو عارف ليش فجأة ولا مقدمات أرسطو هجم على الولد، حط رأسه على، قام يدخله في القاع، هذا بيموت، قام يشاهق، هذا منزله وهذا خلاص، وقام يدفع ويطق وكذا، وهذا قام يغرق فيه، لما خلاص حس بيموت قام يتركه وطلع، وقعد على الشاطئ ينتظره. الولد طلع مو مصدق انه طلعت، كان يروح له قال له يا ابن الكذا تبغى تذبحني، حق سويت فيني الطريقه هذه؟ ايش حق كنت تقتلني؟ قال له في اللحظه اللي كنت تحت الماي ايش كنت ابي؟ قال له ابي هوى. قال له اذا صار رغبتك في العلم مثل رغبتك في الهوى وانت تحت الماي تعالي. هذه قصه تتكلم عن من انا، ماذا اريد، هذه الاسئله الرئيسيه التي تشغل الإنسان لما نقول هوية. من أنا؟ ماذا أريد؟ لماذا وجدت؟ إلى أين أنا ذاهب؟ سبحان الله، الإنسان حتى الكافر ما يهدأ إذا ما عنده إجابة تطمئن لهذا. وكلما كانت القصص تتفاعل مع هوية الإنسان وتحرك بما يتناسق مع رؤية القائد الذي تريد أنت، أنا برؤيتي أستطيع أن أقودك إليه، عندها يكون تحريك غير عادي للإنسان. فالقائد الفعال هو القائد الذي يحرك المشاعر، القائد
الذي يعبر عن هويته من خلال قصصه. نيكسون لما كان يتكلم عن النظام والانضباط وفي نفس الوقت سوى ووتر جيت فقد احترام الناس له. بالمقابل مارتن لوثر كينغ لما طرح حلمه وصبر وعاش وفقه الناس احترمته مع انه ما كان له اي منصب. طبعا في تاريخنا الاسلامي اضعاف هذه المسألة. عظمة الخلفاء الراشدين تجدها بوضوح في سلوكهم في حياتهم. كلما كانت هذه القصص تنطبق مع سلوكنا. يعني انا ما يصير اقول للناس صلوا واذكر لهم قصة جميلة عن الصلاة وانا ما اصلي، او اكلمهم عن قصة عن اثر التدخين وانا ادخن. اذا القصص لم تكن مطبقة في واقع القائد يصبح كانسان منافق مجامل، والناس ما تحب هذا، وعندهم قدرة غير عادية على اكتشافه، وبالتالي عدم احترامه، وبالتالي عدم اتباعه، وبالتالي يفقد مصداقيته كقائد. القائد ما يطلب ويأمر بقدر ما يثير الحماس ويلهب المشاعر. اللي يتخيل ان القائد يحرك الناس عن طريق الأوامر هذا فهم غير صحيح للقيادة. تذكروا الله يرضى عليكم ان القيادة الفعالة ما تحرك الناس بالأوامر، ما يقول سووا، يقول يا جماعة انا محتاج اسوي كذا، احنا ايش رايكم نعمل كذا، بمثل هذه الالفاظ لكن ومعاها مشاعر واحاسيس وعواطف عندها يتحرك الناس. لكن كل القصص اللي يطرحها لازم تكون مثيرة، من النوع اللي يدخل في البحر كذي ويغرق الناس، مو قصة عادية. لازم تبحث عن قصص مثيرة. ليش؟ لان السوالف والقصص والاحاديث التي نعرفها كثيرة جدا في اذهان الناس، كثيرة جدا. فانت ستزاحم هذه القصص اذا قصتك ما لها اثر وما توجد استغراب او ابتسامة. منافستك للقصص اللي يعرفونها ضعيفة، وبالتالي اثرك راح يكون ضعيف. افضل القصص ما خاطب عقولنا وكأننا اقل من 5 سنوات. هذه القصة اللي ذكرناها حتى الصغير يفهمها. وجدوا ان من الناس اللي كانوا غير عاديين في الغرب في اثارة القصص لهذا العقلية ريغن. لكن انا ايضا بتأملي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتب موجودة اسمها القصص النبوي، هذه القصص استعملت يمكن بعضها اللي لاحظته في برنامج قصص وعبر، حتى الصغير يفهمها. ما تحتاج واحد معقد ولا واحد بروفيسور ولا واحد كبير عشان يفهمها. كل ما كانت القصة بسيطة وتخاطب اصل امورنا، تخاطب اصل اخلاقنا، اصل مبادئنا، اصل سلوكنا، بديهيات الحياة عندنا، كل ما كان اثرها اكثر اثرا. لكن لازم ان تضيف لها الشكل، شكل القصة. انا كان ممكن اقول لكم ارسطو راح مع واحد غرقه وقال له لما تحب غير لما سويت لك شيء وسويت لك، هذه مقصودة لانها شكل، والشكل اثره في انفعال الناس كالمحتوى نفسه. اذا بديت تتقن هذا الفن اتقنت احد فنون القيادة على مدى الزمان، رواية القصص. هل هذا الاتجاه لازم؟ اللي ما يعرف يقول قصص ولا قصص بايخة ما يصلح يقود؟ لا طبعا. لكن هذه بعض التوجهات. لما الاخ كان يقول لي ليش ما تكلم عن التكنولوجيا، لان وجدوا ان هذه اكثر اثرا من التكنولوجيا في اثارة تحريك الناس ودفعهم نحو الهدف. العنصر الثالث من الادوار الجديدة للقيادة هو الانتقال من باني الانظمة الى محرك التغيير والخادم. خلاصة ان الناس على مدى القرن العشرين بالذات وقبل ذلك، لكن بالقرن العشرين، بذلوا جهد غير عادي في بناء الانظمة وتعليم المدراء والقياديين كيف يبنون الانظمة ويضبطون السيستم. وصارت القيادة جامدة ما فيها روح من ايام فريدريك تايلر بداية القرن وما بعده الى الان. لما وصلوا للايزو 9000 والتي كيو ام جمود، هذه شغل ادارة ما هو شغل قيادة. القيادة تحرك وتلهب مشاعر وتدفع الناس، تجرهم وراها نحو الهدف. هذا التغيير يقول باختصار الانظمة هذه اللي بنيناها كل هالسنين ماذا فعلت؟ نعم ضبطت العمل، نعم ادت الى سيطرة، لكن ادت في نفس الوقت الى كبت للابداع وادت الى كبت للمبادرات. اذا الواحد عنده فكرة حلوة عشان تمشي لازم 1000 سلسلة تمشي فيها وتاخذ لها 6 اشهر في تقديرات الامريكية عشان القرار يصدر،
بناء على فكرة جميلة ياخذ 6 شهور في امريكا، على بلادنا عليكم الحساب 6 شهور عشان فكرة حلوة تطلع. ليش؟ لان بنيت الانظمة بطريقة سيطرة وانضباط غير عادي. قائد الفعال هو الذي يجبر الناس على استعمال مخهم، تفكير في المستقبل والاستعداد للمستقبل. طبعا نحتاج المدير، لا ننسى نحتاج المدير اللي يتابع الشغل اليومي والاداء، لكن تخيل منظمة في كل اجتماعاتها الحديث عن الشغل اليومي والاداء، ما تتطور ولا تستعد للمستقبل، والمستقبل ممكن يفاجئها وفرص رئيسية تذهب عليها. لازم يصير تمييز. دورك انت الان راح تمارس دور قائد، الان راح تمارس دور مدير، او الافضل من هذا ان انت تتعامل كقائد وعندك واحد مدير وتميز. انت لما تجتمع مع الناس تجتمع كقائد وليس كمدير، هو يجتمع معهم كمدير. انت اللي تحرك المشاعر، وانت اللي تستعد للمستقبل، وانت اللي تطرح الاحلام والخطط وتذكرهم بها وتخليهم يجهزون لها. وطبعا الناس راح تتعب تعب شديد لان قاعد يشتغل عشان يتقن الواقع، وفي نفس الوقت قاعد يشتغل عشان يستعد للمستقبل. هكذا تتطور المنظمات والمؤسسات. كان بعض الناس يبغوا حديث عن المنظمات، هذا الحديث عن المنظمات. منظمة الفعالة هي اللي فيها قائد ومدير، قد يكون نفس الشخص وقد يكون شخصين، لكن قائد ومدير في أوقات متميزة واجتماعات متميزة وأدوار متميزة. المدير يضبط الواقع ويحسن الإنتاج ويقلل التكلفة والوقت والجهد. القائد هو الذي يحركهم نحو المستقبل، نحو الهدف. أي منظمة تفقد أحد الطرفين يحدث فيها عدم توازن. القائد شكله نحيس كله لا وما يصير وقوانين ولوائح ونظم وميزانيات ما تسمح. لازم تحط المدير، عندك مدير تحطها براسه السوالف هذه، وفي نفس الوقت تطلع انت بصورة القائد اللي حبوب وطيب ومرن. لازم تلعبها صح. القيادة تمنح لمن؟ تمنح للذي يستطيع ان يتعامل كخادم، الذي يستطيع ان يخدم. هذه الخدمة تتجاوز الفهم السريع لها ان اروح اقدم لهم شاي، لا، اكثر من هذا. الخدمة مفهوم حديث في القيادة، واتجاه حديث في القيادة ما بلور الا في مؤخرا جدا، يعني دراسة هذه سنة 96. ماذا يميز هذا القائد الخادم؟ طبعا انا لما جيت تأملت فيها وجدت ان النبي صلى الله عليه وسلم اصلها من زمان، سيد القوم خادمهم، كحتى كمصطلح. لكن الاهم من المصطلح الممارسة. ما الذي يفرق القائد التقليدي عن القائد المدير؟ هذا هو تمريننا القادم، وهو قضية